السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اعلان ميليشيا الحوثي تصعيدا عسكريا والكشف عن تطوير صواريخ باليستيه محليه الصنع. هددت ميليشيا الحوثي بضرب اهداف عسكريه في السعوديه والامارات معلنه عن انتاج صواريخ باليستيه محليه الصنع. وذكر المتحدث باسم الميليشيا يحيى سريع أن دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من عدد أهداف القوة الصاروخية بإضافة 300 هدف عسكري، والأهداف المشروعة لقواتهم تمتد إلى الرياض وأبو ظبي حسب تعبيره. يأتي هذا التصعيد وسط اتهامات حكومية للميليشيا برفضها تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، فضلا عن انتهازها فرصة الهدنة الهشة لتعزيز تحصيناتها في مدينة الحديدة ومحيطها. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أثار وأهداف التصعيد العسكري من جانب ميليشيا الحوثي على اتفاق السويد، وما هو موقف الحكومة الشرعية والتحالف وأيضا الأمم المتحدة من استمرار الميليشيا في تطوير قدراتها العسكرية. قبل أن نبدأ في النقاش نتابع سويا هذا التقرير. على وقع التحركات الدولية البريطانية والأمريكية في المنطقة بهدف تنشيط الركود الحاصل في اتفاق سوكهولم، توسع ميليشيا الحوثي من دائرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تهديدات لها بضرب أهداف حيوية في دول التحالف العربي. الميليشيا الحوثية هددت على لسان قيادات لها باستهداف أهداف عسكرية لدولتي السعودية والإمارات، وكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم جاهزون لإطلاق العشرات من الصواريخ، مضيفا بأن الحوثي يمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ الباليستية. الأهم في تصريحات ناطق الحوثيين هو حديثه العلني عن إنتاج جديد لصواريخ باليستية محلية الصنع، فضلا عن تأكيده دخول سلاح الجو المسير لما سماه معركته مع العدوان. ووفق سريع، فإن هذا السلاح قادر على توجيه ضربات لأهداف عسكرية إلى عمق الرياض وأبوظبي. تأتي التهديدات الحوثية بالتزامن مع جهود مكثفة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث ونشاط ميداني لرئيس بعثة المراقبة الدولية لوليس غارد، وهي الجهود التي ترفض حتى الآن مجرد الإشارة إلى الحوثيين كطرف معرقل. ومع أن التحركات البريطانية والأمريكية الأخيرة طالبت الحوثي بتسهيل مهمة تنفيذ اتفاق الحديدة، إلا أن الحوثي مستمر ليس فقط في تهديده بضرب الأمن القومي لدول الخليج، بل أيضا في ضرب أهداف عسكرية للجيش في الحديدة وغيرها، وهو ما يخلق حالة من التساؤلات المتكررة عن سبب اكتفاء المجتمع الدولي بتحذير الحوثي بدل معاقبته. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض العميد حسن الشهري. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيادة العميد، يعني لعلك سمعت لتصريحات الناطق باسم يعني قوات الجيش التابع للميليشيا والتي أعلن من خلالها عن تطويرهم لقدراتهم الصاروخية وإضافة أهداف جديدة قد تطال الرياض والإمارات. أنا أعتقد الميليشيات الانقلابية الإرهابية في اليمن ليس لديها القدرة على التصنيع، إنما العالم سهل وصول الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من إيران وبمساندة فنية من الحرس الثوري وحزب الشيطان في لبنان، وأيضا مال الشعب القطري مع الأسف. أنا أعتقد أنهم فقط تأكدوا أنه المواد التهريب التي أصبحت عقيدة سياسية لدى إيران وصلت لليمن، وأن الصواريخ قادرة على أن تقوم بأعمالها. ندرك أنه من بضعة أشهر ما استطاعوا أن يطلقوا صواريخ بعيدة المدى سواء للمملكة أو الإمارات، وكثفوا من أعمال الطيران المسير. ندرك أن هناك مئات الطائرات وصلت ومجموعة من القوارب المسيرة السريعة لاستهداف الملاحة، وقد اعترفوا بأكثر من 17 عملية إرهابية في الملاحة الدولية. وأعتقد أنه هذه الصواريخ تم وصلت عن طريق التهريب، ومع الأسف هناك تجار حرب في اليمن يساهمون في ذلك، والمملكة جاهزة. ونأخذ مثل هذا الكلام على محمل الجد.
هو ايضا سياده العميد لو عدنا على مساله الطائرات المسيره، كان في البدايه يعني كثيره تصريحات الحوثيين فيما يخص هذه الطائرات، وكانت تقابل يعني باستهانه وسخريه في بدايه الامر، بينما تطور الامر واصابت هذه الطائرات اهداف حساسه واثرت بشكل كبير. اليوم ايضا يعلنون عن تصنيعهم لصواريخ باليستية محلية الصنع، وهو يعني مؤشر خطير إذا يعني ما صح هذا الأمر وتم يعني تم تنفيذه فعلا على الواقع. لم نأخذ في المملكة مثل هذه الأمور إلا بمحمل الجد، وندرك أن هذه الأدوات الإرهابية قاتلة بيد إرهابيين، وبالتالي ممكن أن يكون لها تأثير. لدينا قدرات بفضل الله سبحانه وتعالى، لدينا رجال يدافعون وعيون ساهرة عن أراضي المملكة العربية السعودية. استهدفنا بحوالي 220 صاروخ، الحمد لله لم تأثر. استهدفنا، اخترقت أجواءنا في الجنوب، نعم، في جازان وفي عسير ببضع طائرات مسيرة لم تصل منها أهداف. هي تشكل خطورة لا شك، تشكل تحدي، ولكن القدرات موجودة. السؤال، لماذا صمت العالم خلال 4 سنوات إلى الآن؟ وإن كنا نرى أن هناك بعض من التحرك الإيجابي، نعم، وقد عرضتم تصريح للسفير البريطاني في اليمن، وندرك أنه مع الأسف من جعل من الحوثيين أقوياء هي الشرعية بضعفها وتخاذلها وانقساماتها. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيادة العميد. وسينضم إلينا الآن المحلل السياسي من صنعاء عبد الوهاب الشرفي. سيد عبد الوهاب، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد عبد الوهاب. يعني هناك إعلان للميليشيا بتعزيز قدراتها الصاروخية وأيضا تصنيع صواريخ باليستية محلية الصنع كما ورد في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الجيش. يعني التصريحات هذه في ظل أن هناك يعني مساعي كبيرة لمسألة يعني إيقاف الحرب والمستمرة في اليمن منذ 4 سنوات، كيف تقرأ هذا الأمر؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني هو بالطبع صوريا عملية السعي للسلام هي جارية، لكن جوهريا ليس هناك أي عمل بهذا الاتجاه. نعم. يعرف الجميع بأن المؤشر الحقيقي الذي يمكن نحن أن نبني عليه للتسليم بمبدأ الجدية في السعي لوقف إطلاق النار هو قضية إيقاف الحرب أو الدخول في هدن معينة للتفاوض أو الاكتفاء بالجانب السياسي والعمل السياسي. نحن الآن أمام عملية سياسية هي لا تهدف للسلام، وإنما تهدف للتغطية على استمرار العمل العسكري. هذا ما هو واضح من خلال إجهاض كل المحطات، من خلال التهرب يعني إذا المسائل الخوفي التفاصيل وما إليه والانتكائية، كل هذه الجوانب شهدها المتابع للملف اليمني طوال الفترة الماضية. وبالتالي لم يعد الحديث عن العملية السياسية حديثا يمكن الاطمئنان إليه بالشكل الذي يحد أو يعني يهدئ من قضية الاستعداد في الجوانب العسكرية. طالما العملية العسكرية مستمرة ومفتوحة، طالما السير في العملية السياسية أيضا غير مثمر وغير جاد، من الطبيعي أن يكون هناك تطوير للقدرات ويكون هناك استعدادات. ربما قد يكون الهدف النهائي لها هو قضية الوصول إلى حالة من توازن الضغط بالشكل الذي يفرض على الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات بجدية. لكن خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة تظل المسائل لم تفرض هذه المعادلة، والتلاعب لإجهاض العملية السياسية واستخدامها فقط للتغطية هو العمل الذي لا يظل يعني الذي هو سار حتى هذه اللحظة. نعم سيد عبد الوهاب، أيضا يعني لو تحدثنا عن دلالة التوقيت، يعني هناك يعني كما يظهر في التصريحات رفض من قبل الميليشيا لتنفيذ اتفاق الحديدة، وأيضا مساعي حثيثة من الأمم المتحدة لإنجاز هذا الاتفاق. يعني ما دلالة يعني التصريح هذا فيما يخص صواريخ الباليستية دلالة التوقيت؟ هو بالطبع ربما الموقف الذي تم فيه عقد المؤتمر الصحفي هو واضح المعالم، وهو قضية
عن الذكرى او لنقول من بدايه دخول الحرب عن اليمن والعدوان على اليمن الى عامه الخامس. لكن على كل حال هناك ارتباط واضح فيما يتعلق بقضيه الحديده واتفاق السويس. نحن امام واقع وتابعنا قضيه ما حصل ونصوص الاتفاق وما اليه، كل هذه المسائل نحكم نحن كمراقبين بان العامل الرئيسي في قضيه عدم نفاذ الاتفاق وعدم سريانه ليس قضيه موقف اطراف صنعاء او طرف الرياض، وانما القضيه متعلقه بنص الاتفاق ذاته الذي نصوصه كانت مرنه بالشكل الذي كل طرف يستطيع ان يفسره لصالحه. وليس هناك نصوص محدده بموجبها نستطيع ان نحمل طرف ما بانه هو السبب. في الاخير من يتحمل مسؤوليه عدم تنفيذ او سريان اتفاق السويد ليس انصار الله ولا طرف حتى هذه، وانما تتحمله الامم المتحده ومبعوثها الاممي لاعتبارات انهم ركزوا على قضيه ما يجب ان يكون ضمانات في الاتفاق وهو قضيه الدور الذي ستلعبه الامم المتحده في هذا الاتفاق. نعم. بينما صلب الاتفاق ترك مرنا وغير واضحا وغير محددا بالشكل الذي استمرت الاشكاليه واصبح فرض يعني ملزمات ما سمي بالاتفاق غير منطقيه لاعتبارات ان كل طرف يتصور بان له جزء من الحق فيما تم الاتفاق عليه، هذه هي الاشكاليه. نعم. وبالطبع طالما ان الاتفاق لم يسري فظل قضيه الحديده جبهه مفتوحه وجبهه هامه وخطيره. وبالتالي يظل الحديث او التلويح بمساله الصواريخ مساله مرتبطه مباشره انه في حاله الامور ذهبت في اتجاه او عادت الى العمل العسكري الكثير في اتجاه الحديده فقد تدخل الصواريخ بعيدة المدى لمحاولة الرد على هذا الهجوم. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الوهاب وأذهب بالسؤال لسيد حسن الشهري. يعني لعلك استمعت لحديث السيد عبد الوهاب. السيد حسن يعني يقول بأنه تحضيرات الصواريخ البالستية من قبل الميليشيا هي يعني معدة لمرحلة ما بعد إنهاء هذا الاتفاق، والذي كما يعني تبين الوقائع حتى الآن بأن يعني بأن هذا الاتفاق يسير نحو الفشل. أتفق بجزئية فيما ذهب عليه الأستاذ عبد الوهاب من صنعاء، ولكن الحقيقة أن الأمم المتحدة هي من أعطت هذه المهلة وهي تقف من خلف الستار مع الانقلاب الحوثي في اليمن. نعم. وترى أن الحديدة حاولت أن تكون جزءا من تدويل المشكلة، ولكن الرياض والتحالف وأبو ظبي رفضت ذلك. كان يراد أيضا لقرار 22/16 أن يذهب أدراج الرياح باستصدار قرار جديد تحت الفصل السابع، حاولت بريطانيا لكن قاومت السعودية وجابهت في ذلك وصدر قرار تحت الفصل السادس. نعم. قرار طبيعي، وبالتالي صدر قرار آخر. اتفاق السويد مضي على الوقت، كان الغرض منها النهائي من خلال المناورات، مع الأسف المناورات الخبيثة البريطانية التي اعتدنا عليها في المنطقة، هو إعطاء فرصة شهرين للحوثيين ليتحدثوا حاليا أن أصبح لديهم قدرات تصنيعية لصواريخ بالستية تعجز عنها الدول، وهي فقط هي الوقت الكافي لضمان وصول مئات الصواريخ عبر البر والبحر إلى الحوثيين، وتم تركيبها سواء أتت كاملة أو مجزأة. هناك خبراء من الحرس الثوري، هناك خبراء من جنوب لبنان يستطيعون القيام بذلك من خلال خبرة سنوات طويلة في هذا المجال، وإيران تفوقت في أجزاء كثيرة في هذا المجال، وإن كانت لا تشكل تهديد جوهري ولكنها تشكل تحدي إن وصلت إلى أهدافها. في النهاية ما تقوم فيه الميليشيات الحوثية حاليا وباعترافها الصريح بأنها قتلت 100,000 من الشعب اليمني وقامت بقصف الشعب اليمني ودول الجوار بحوالي 900 صاروخ بالستي والوصول إلى العواصم بل والوصول إلى مكة المكرمة وزرع ملايين أو مئات الآلاف من الألغام هو استهداف لمستقبل اليمن. أنا أعتقد أنه مثل هذا الأمر يأتي عندما أدركت أن الأمم المتحدة أصبح لديها قناعة أن كل الوقوف السابق معها لهذه الدرجة لم يكن كافيا لأن ثنيها لطاولة الحوار وإعطائها الجزء الذي تستحقه، وبالتالي
قد يكون الطمع يذهب ما جمع، ستتخلى الأمم المتحدة عنهم وهم يدركون ذلك، وبالتالي أرادوا أن يظهروا مثل هذه الفقاعة ليحاولوا أن يغيروا في موازين على الأقل النظرة الإعلامية والسياسية لدى الأمم المتحدة والعالم، ولكن مثل هذا الأمر بالنسبة لنا شيء طبيعي، لدينا القدرات، وأنا أعتقد أنه بات واجبا وطنيا الآن على فخامة الرئيس وعلى أدواته العسكرية ومقاومته التحرك باتجاه الحديدة دون النظر إلى الأمم المتحدة وما تقوله وما تفعله، وقطع الحبل السري الذي يمد الحوثيين بالأسلحة وبالدمار الذي يقتل مئات الآلاف من الشعب اليمني بعد أن اعترفوا بذلك. لا يمكن القبول بذلك. أنا أعتقد فقط لو ترك المجال للشعب اليمني فقط في مقاومته دون جيشه استطاع أن يحرر، ولكن القيادة اليمنية مع الأسف تشارك في هذا الزمن. سيادة العميد، القيادة وأيضا المقاومة الشعبية على الأرض والكثير من يعني المكونات المناهضة لمشروع الحوثي في الداخل، يعني على رأسها الجيش الوطني، التحالف العربي بقيادة الإمارات والسعودية هم يعني أساس في مسألة توقف هذه القوات عن مواصلة هدف التحرير كما يصرح بين فترة وأخرى وكما تؤكد الدلائل على الواقع. مع الأسف مثل هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. من طلب ويطلب مثل هذه الإمكانيات هي صلاحية مطلقة للشرعية اليمنية. التحالف حاليا يقوم بدور الإسناد فقط، والإيقاف العمليات في الحديدة كانت بطلب من القيادة اليمنية. لا بد أن تدركوا أنت اليمنيين والإعلاميين أن تدركوا دهاليز وأن تصبروا صبر الداخل اليمني. الشرعية اليمنية مجزأة مفتتة منقسمة مع الأسف، كل لديه مشروع وكل قفز على الكعكة من يا سيادة العميد، يعني جبهات كثيرة يعني واضح وقوفها منذ سنتين وأكثر كنهم، والكثير من الجبهات، وهنا السبب كما ترجع حتى القيادات العسكرية بأنه لا يوجد إذن من التحالف، فكيف نتحدث اليوم عن أن الشرعية هي المسؤولة وأيضا المقاومة بنفسها مسؤولة عن إكمال يعني مشروع التحرير بالكامل؟ حزب الإصلاح يسيطر على 80% من القدرات العسكرية وهو من يوقف العمليات، والرئيس هادي لا زال إلى الآن لا يتثاءب، مع احترامي للجميع يفترض أن يكون هناك اتخاذ خطوة جريئة بإصلاح التنظيم الهيكلي للقوات المسلحة وإعادة زوايا الطاولة تدويرها بالاتجاه الصحيح وتحريك القوات المسلحة. هناك مع الأسف مئات الآلاف مسجلين في الكشوفات، تذهب رواتبهم إلى جنوب المتنفذين والمتنفعين والذين يبنون قصورهم في أوروبا وفي تركيا وفي الأردن وفي مناطق أخرى وفي دبي وفي الدوحة. نعم. الأمور أصبحت واضحة ومكشوفة حاليا. لا بد أن نضع النقاط على الحروف. إذا أراد الشعب اليمني أن يتحرر على قيادته أن تكون مع الشعب وليست مع نفسها. نعم، ابقى معي سيادة العميد. أذهب للسيد عبد الوهاب الشرفي، أو عفوا سنشرك معنا في البداية المحلل أو الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جميح، سينضم إلينا من لندن. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور، يعني كيف تنظر إلى التصعيد العسكري الجديد بإعلان الميليشيا تطوير صواريخ باليستية قد تستهدف الرياض وأبو ظبي كما أو حسب تعبير الناطق باسمهم، يعني ما أثار يعني هذا التصريحات ما أثارها على اتفاق السويد؟ طبعا الحوثيون هم لم ينقطع عنهم المدد الإيراني، وهذه المنظومات يعني التي بحوزتهم هي منظومات إيرانية بشهادة لجنة خبراء فنية في الأمم المتحدة التي عاينت قطع الصواريخ المتواجدة، بعض منها انفجر على الأراضي اليمنية وبعض في الأراضي السعودية، وبالتالي هذا يدل على استمرار تورط إيران في إمداد الحوثيين بهذه الصواريخ التي مكثت إيران حوالي عقدين من الزمن لتطويرها، وبالتالي مزاعم الجماعة بأنها طورتها خلال فترة أقل من 4 سنوات وفي ظروف الحرب، هذه مزاعم تضحك عجوز الحي إنجاز التعبير، ولكن الواقع أنهم يريدون أن يغطوا على الخرق الإيراني لقرارات مجلس الأمن الدولي بضرورة حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن. لكن طبعا بالنسبة للقول الحوثيين برصد أهداف محددة في
الإمارات وفي السعودية. طبعا هذه الأهداف هم لو استطاعوا الوصول إليها لوصلوا أو لا أطلقوا صواريخهم، لكن هم يعرفون أن هناك منظومة متطورة من صواريخ الباتريت لدى المملكة العربية السعودية، أما الإمارات فهي بعيدة طبعا عن مدى هذه الصواريخ، ولكنها تسقط في الأجواء السعودية في معظمها بالكل، وها سقطت دون أن تحدث أي من الآثار سواء الاقتصادية وغيرها، اللهم ما عدا بعض المقذوفات التي لا تستطيع المنظومة المتطورة للباتريت أن تتصدى لها بحكم أنها مقذوفات خفيفة أو متوسطة. لكن الشيء الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن هذه الجماعة التي تتحدث عن السلام تقول بأنها لديها مشروع لاستهداف هذا العدد المضخم، وهو بطبيعة الحال عدد مضخم من الأهداف التي يراد من خلال تضخيمه إرسال رسائل إعلامية وصوتية للمقاتلين في الداخل، بالإضافة إلى أنهم يريدون أن يقولوا بأننا لا نزال موجودين ولا نزال نتحدى كذلك. لكن الشيء الذي أو السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ماذا أعدت الحكومة الشرعية وماذا أعدت التحالف؟ أنا في تصوري أنه لا يجب إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك فيما يحدث، هناك خلل واضح في العلاقة بين التحالف والحكومة الشرعية، هذا الخلل يجب أن يصار إلى إصلاحه، ونحن منذ فترة طويلة نقول لابد من إصلاح هذا الخلل، وإصلاحه لابد أن يكون على أعلى المستويات، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك لقاء قمة يجمع قيادة الشرعية بالقيادة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل إصلاح هذا الخلل. هناك خلل لا يمكن أبدا التستر عليه، ولم يعد من قبيل إشاعة الأسرار أن يقال بأن هنالك خللا في العلاقة بين التحالف والحكومة. هناك أيضا منظومة فساد كبيرة داخل الجيش الوطني لا يمكن إنكارها، هناك أسماء وهمية بعشرات الآلاف وهذا شيء مؤكد ولا يمكن إنكاره، وهناك أيضا نوع من التخوف والترقب، يعني عدم وجود ثقة بين بعض مكونات الشرعية أدى إلى أن هذه المكونات لا تريد أن تبادر بذاتها لفتح معركة هنا أو هناك، خاصة وأنه للأسف الشديد عندما تقوم مقاومة داخل النطاق الذي يسيطر عليه الحوثيون فإن هذه المقاومة تقمع بشدة دون أن يصل إليها المدد المطلوب من الحكومة الشرعية، وبالتالي لا يجرؤ الناس بعد ذلك على إحداث نوع من المقاومة، وهذا يؤدي إلى مزيد من عدم الثقة بين مكونات المقاومة والجيش الوطني وبين مكونات الشرعية بينها البين وبين الشرعية والتحالف. أنا أعتقد أن حل ذلك الإشكال يجب أن يكون في شكل إعادة صياغة استراتيجية الحكومة والتحالف من العمليات العسكرية، ويكون ذلك أيضا بتوسيع الجبهة على المستوى الميداني وعلى المستوى أيضا السياسي والإعلامي والدبلوماسي. نعم، إذن أشكرك جزيلا الدكتور محمد جميح كاتب وباحث سياسي، كنت معنا من لندن، وأذهب للمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي من صنعاء. سيد عبد الوهاب، يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ما صرحت عنه الميليشيا بإنتاج صواريخ باليستية على اتفاق السويد؟ يعني ونتساءل هنا، ألا يوجد تخوف من الميليشيا من ردود الأفعال في حال يعني انهار هذا الاتفاق؟ يعني هناك بالتالي سيكون ردة فعل كبيرة من قبل التحالف وأيضا الشرعية. وكما قلت أنا في الأخير، أنا لست مع تغيير طرف يعني سلطة صنعاء مسؤولية انهيار الاتفاق. في الأخير كما قلت لك، الاتفاق لم يصمم بالشكل الكامل للخروج إلى الواقع. لا لا، أقصد أنا سيد عبد الوهاب، يعني هذه التصريحات أيضا، هذه التصريحات أيضا ستؤثر في المساعي التي تهدف إلى التوصل إلى إنجاز هذا الاتفاق. يعني أن يصرح بأنه سيتم استخدام صواريخ محلية ومن هذا القبيل، هو بالتالي سيؤثر فعلا على الأمور السياسية التي تمضي في إطار إنجاز هذا الاتفاق. هو في الأخير قد يؤثر بجانبين، قد يؤثر إيجابا في حالة قدرة أنصار الله على قضية عن يعني إيصال هذه الصواريخ إلى
عمق دول التحالف السعودي، وبالتالي هذا الأمر قد يساعد في جدية الذهاب في الحل السياسي، لكن أيضا قد يستخدم في حالة يعني أن الأمر توقف عند قضية التصريحات الإعلامية. هذا الأمر نعرف تماما، نحن ونتابع طوال الفترة الماضية أن هناك يعني عملية استثمار تتم لمثل هذه التصريحات أو حتى الاستخدامات لمحاولة تجيش الرأي العام الدولي ضد أطراف صنعاء، وتغطية أرفع تكون لاستمرار المعركة رغم كل الجرائم البحث الإنسانية التي تمت. وبالتالي يظل مطلوب من سلطة صنعاء إذا كانت بالفعل امتلكت هذا الأمر أن تستخدمه يعني وزن المعادلة كما قلت لك، وإيجاد حالة رابعة عن طريق اختيار أهداف محددة تؤدي الغرض بعيدا عن المساس بالمدنيين أو إصابة المدنيين، وتكون أهداف مؤثرة بالشكل الذي تؤثر على القرار السياسي، لأنه إذا اقتنع التحالف السعودي أساسا بقضية إتاحة الفرصة للأطراف اليمنية للوصول إلى حل فسيصلوا. في الأخير يعرف الجميع بأن ما سيمر هو ما يريده التحالف السعودي، ولم يعد الأمر لا قرار ما يسمى شرعية ولا غيرها. العامل الرئيسي والمانع من مضي اليمنيين إلى اتفاق حل هي التدخلات الخارجية الحاصلة التي اختلطت أجندتها مع أساسا الأجندات المعلنة للتدخل رسميا بغض النظر عن موقفنا. وضحت الصورة، أشكرك. ما يتم العمل عليه هو أجندات بعيدة، وبالتالي المسألة الآن هي متوقفة على الأيام القادمة ما هو الذي سيتبع هذا التصريحات. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي، كنت معنا من صنعاء. وأذهب لي ضيفي من الرياض العميد حسن الشهري. سيادة العميد، استمعت لحديث المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي يقول بأن اتفاق السويد يعني بين الأطراف اليمنية قد ينجز إذا يعني ما ظلت الشرعية مرتهنة بقرارها للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. بداية من الخطأ أنه يجلس الشرعية مع عصابة إرهابية انقلبت على الشعب اليمني وقتلته وتعمل على قتل مستقبله، ولكن ظروف البيئة والتكيف معها أجبرت الشرعية على مثل ذلك بمشاركة دولية بضمانات. المملكة العربية السعودية أتى إليها المستشار دولة رئيس وزراء بريطانيا الرياض، لم تنجح مهمته. أتى وزير الخارجية أقنع المملكة والإمارات بأن الحوثيين هذه العصابة الحاكمة لديها الاستعداد للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل من خلال مرتكزات السلام في اليمن، ولكن مع الأسف كان ذلك استثمار الوقت. ناورت بريطانيا ثم أدركت أنه لا يمكن قبول ما تقوم فيه فرجعت إلى الصواب حاليا بعد أن استطعنا نعدل زوايا الطاولة. أمريكا تقف بقوة القيادة الأمريكية الخارجية والبنتاغون والاستخبارات تقف بقوة مع التحالف، وبالتالي أنا أعتقد أنه من الخطأ أن نركن إلى ما يقوله الحوثيين باتجاه السلام. الحوثيون لا يجوز معهم إلا خيار وحيد فقط هو إطلاق عجلة العمليات العسكرية. أنا أتفق كثيرا بما توصل إليه الأخ الدكتور جميح من لندن، وأنا أرى أنه وأؤيد مثل ما قال أنه لا بد من إعادة أولويات الاستراتيجية المطبقة في اليمن، وعلى الشرعية تقوم بدورها الوطني لمستقبل اليمن من خلال اتخاذ خطوات جريئة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإخراج كل المنتفعين والمتنفذين وإبدالهم بالوطنيون المهرة يأتوا بمدني أو جزء من التربية في التعليم ويضعوا قائد منطقة أو محور. وجدنا ورأينا مع الأسف ما تم لقبائل حجور من التخلي عنهم وقت الحاجة. مهما كان الاختلاف يفترض أن يكون بقية الشعب اليمني والشعب اليمني الذي يعترف فيها العالم كدولة وبشرعيته. المملكة العربية السعودية ملتزمة بإعادة الشرعية، ونحن ملتزمون أيضا بتطبيق الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها في استهداف من ليس بمحارب وعدو، ونلتزم بالقوانين الدولية والقوانين الإنسانية. ولكن إذا تعرضت المملكة العربية السعودية لتهديد مباشر فقد ينفذ صبر المملكة العربية السعودية وستكون وسيكون الرد شامل وماحق، لأنه لا يمكن أن نسمح لمثل هؤلاء الميليشيات الإرهابيين أن يتطاولوا على بلاد الحرمين الشريفين.
نعم، إذن أشكرك جزيلا سيادة العميد حسن الشهري خبير عسكري كنت معنا من الرياض. وفي ختام هذه الحلقة أيضا أشكر ضيفي الدكتور الكاتب والباحث الدكتور محمد جميح كان معنا من لندن، والشكر أيضا للمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي كان معنا من صنعاء. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.